قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج يوميات المقاومة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفنا في حلقتنا لهذه الليلة، الناشط السياسي الأستاذ عبد الله القساري. مرحبا أستاذ عبد الله، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. في البداية مشاهدينا الكرام نضعكم في صورة لبعض الأحداث الذي حدثت خلال 24 ساعة الماضية، والبداية من محافظة تعز. تعز الحالمة تودع البطل الشهيد العقيد محمد العوني. المقاومة تلقي القبض على قيادي حوثي، القيادي الحوثي سامي الأنسي في محافظة تعز. ميليشيا الحوثي تقصف المدنيين بتعز في شارع 26 سبتمبر، وأنتم رأيتم بالأمس تلك المجزرة الذي تسبب بها هذا القصف على أبناء مدينة تعز في شارع 26 سبتمبر. تحالف رصد أو التحالف اليمني للرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية المدنيين في مدينة تعز. المقاومة تتقدم وتحرر ثلثي جبل هان بالمدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز. معارك شرسة في حي الزنوج، والمقاومة تتقدم وتطرد الميليشيات من حي الزنوج. على القريب من محافظة تعز في محافظة لحج لليوم الرابع على التوالي تشتد المعارك هناك في المضاربة في منطقة الصبيحة بين المقاومة الجنوبية من جهة والمدعومة بالجيش الوطني ومساندة التحالف العربي، وبين ميليشيا الحوثي في منطقة المضاربة في محافظة لحج. قبائل الصبيحة يوقفون محاولات الحوثيين بالتقدم ويصدونهم تقدم في 4 مواقع بمنطقة الوازعية. الأحداث الأبرز مشاهدين الكرام هي في بيحان النصر، بيحان الشموخ، بيحان العزة، بيحان الذي كشرت بأنيابها، بيحان الشجاعة والبسالة الذي تلقن الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح دروسا سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب. في بيحان معارك شرسة واشتباكات متواصلة بين المقاومة الجنوبية المسنودة بالجيش الوطني من جهة والإنقلابيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. انتصارات كبيرة جدا في بيحان، في عسيلان، في عين، في كل المناطق. في عسيلان تم السيطرة على مجموعة من المواقع الصفراء والعلم والمحكمة، أكثر من 30 قتيلا من ميليشيا الحوثي، تحرير منطقة حريب بالكامل. كذلك انتصارات في محافظة الجوف. محافظ الجوف اللواء حسين العواضي يقود المعركة من الخطوط الأولى، رجل شجاع حسين العواضي يقاتل في الصف الأول للمعركة من أجل تحرير مديرية المتون، وجاءت الأخبار بأنه تم تحرير مديرية المتون بالكامل. طبعا حصل عملية التفاف أو مواجهة بين الحوثيين وبين المقاومة هناك في الجوف، واستشهد عددا من حراسة ومرافقي الشيخ اللواء حسين العجي العواضي محافظ محافظة الجوف، من أقاربه تقريبا ابن أخوه وأحد مرافقيه ومن حراسته وقبيلته. ونحن من على هذا المنبر نعزي اللواء حسين العواضي قائد الجبهة في الجوف بهذا المصاب الذي أصابهم، ونسأل الله أن يتقبلهم في أعلى عليين. المعارك مستمرة لتحرير مديرية الغيل والمصلوب، وبعد ذلك تكون المقاومة في الجوف على حدود محافظة صعدة. في منطقة ميدي المقاومة والجيش الوطني تغنم أسلحة وصواريخ محمولة للحوثيين في منطقة ميدي. هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام خلال فترة 24 ساعة المنقضية. نعود إلى ضيفنا في الاستديو الأستاذ عبد الله القساري. بالبداية من بيحان، الأحداث يعني مشتعلة وساخنة في بيحان، مواجهات، معارك، ما هي تفاصيل الأحداث هناك في شبوه تحديدا في بيحان عسيلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
شوف يا سيدي، بالنسبة للمعارك في بيحان هي يعني متقدمة، تقدم ممتاز حسب المعلومات اللي وصلتنا اليوم واتصالاتنا بهم. نعم. حريب تعتبر محررة كاملة إلى الساق المتجهة إلى بيحان، تبعد 5 كيلو عن بيحان تقريبا، حررت كامل. تمام. بالنسبة للمحور الأوسط اللي هي جبهة عسيلان، سمعت ولا لا؟ يعني شوية تأخير، عسيلان حررت كاملة الآن وباقي إلى جبل عقيل، إلى جبل بن عقيل، سمعت ولا لا؟ بالنسبة للاتجاه الثالث، اتجاه الصفراء عتق، هذه يعني الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الجنوبية بقيادة صالح عبد ربه المنصوري، يعني يزحفوا هم الآن على بعد يمكن 5 كيلو 4 كيلو إلى بيحان العليا. نعم. وفي تقدم من كل التقدم على بيحان من 4 اتجاهات يعني، وفي تضييق على خناق، وتضييق الخناق على الحوثيين، وفي غضون يمكن يوم يومين تظهر بيحان كاملة. نعم. طيب أنت الآن أعطتنا بعض التفاصيل، لكن هذه المناطق التي تم تحريرها بما في ذلك بيحان، ما الذي ستغيره في المعادلة العامة للمشهد في بيحان؟ ما أهمية هذه بيحان الذي الحوثيين يتمسكون فيها والمقاومة تصر على طردهم منها؟ ما هي أهمية بيحان؟ بالنسبة للبيحان، أهمية الاستراتيجية هي بوابة المحافظات الثلاث، هي بوابة، إذا اخترقت بيحان هي بوابة لشبوة وحضرموت والمهرة، يعني تعتبر البوابة الرئيسية مع القوات. يعني المدخل الى حضرموت والمهرة، المدخل الى شبوه من هذه، هي المنطقة زي ما تقول الفاصلة في يعني في سابقا بين مركز التحكم. نعم، مركز التحكم، منطقة استراتيجية، سمعت ولا لا؟ تعتبر هي يعني بواب. اما بالنسبة للناس الذي تقاتل في هذه الاماكن، فهم ما يقاتلوا يعني دفاع عن الارض وعن العرض وعن وطنهم وعن بلادهم، وكم عانوا من ويلات يعني، وهم يضحوا، سبق ان ضحوا، سمعت ولا لا؟ وخص بالذكر يعني قبائل بيحان كامله. شوف يعني انا بتحدث معك عن الاسباب هذا الانفجار المفاجئ بهذه المرحله، وحتى لكم انتم في بيحان وشبه الطريقه مختلفه بالقتال، ساتحدث معك عنها، لكن الان ما هي المعاقل الذي ما زال الحوثيين يتواجدون فيها؟ البعض يصور المشهد انه شبوه لسه ما تحررت، البعض يقول لك لا، الحوثيين موجودين في منطقة كذا وكذا وكذا، طردناهم من هذه المديريات، ما زالوا في الأماكن الفلانية. ما هي المناطق التي ما زالت بيد الحوثيين اليوم أم قبل اليوم؟ أما اليوم فهم يعني لم يبقى لهم شيء إلا حاجة بسيطة باتجاه يعني عقبة القندة، أما قبل كانوا في مديرية عسيلان يعني بيحان مديرية واحدة، فكانوا مسيطرين عليها لأنها يعني تعتبر رأس الحربة لهم، فكان يعني هذه المنطقة اللي اسمهم مسيطرين عليها. إنما اليوم أنا أعتقد أنهم قدهم، حتى يعني في معلومات أنهم بدأوا يهربوا، ما عاد باقي لهم إلا يعني أشياء يعني قليلة، يعني من يوم إلى يومين، والنصر قادم بإذن الله. النصر قادم بإذن الله تعالى. هم اختاروا مثلا بيحان، أو اختاروا هذه المناطق، حريب، بيحان، عسيلان، هل في أسباب دينية مثلا؟ هل هناك في ميول؟ هل هناك في مؤيدين لهم؟ هل هناك في حاضنة مثلا للحوثيين وقوات العفاج؟ المؤتمر الشعبي العام يمكن قوي بهذه المناطق، أم أنه لسبب استراتيجي عسكري جغرافي بحت؟ لا، السبب استراتيجي، أما بالنسبة لهم مؤيدين فأنا أعتقد أنه ليس لهم أي تأييد في الجنوب خاصة وفي الشمال عامة، أما في الجنوب ليس لهم أي قبول، لا قوات المخلوع ولا قوات، لا في شبوه ولا في غيرها، لا في شبوه ولا في غيرها، في أرض الجنوب كاملة ولو في الشمال كذلك. ونجزم بهذا الكلام. نعم. بالحديث على دور القبائل، القبائل بدت في النحر، وادي النحر حسب كان هذه المعلومة صحيحة، نعم. وآل العريف وآل المصعبي وبالحارث وكذلك كل القبائل، كيف هو دور القبائل في مواجهة ميليشيا الحوثي وعفاش؟ هل مثلا تحركت بفعل فاعل، ولا هو مبدأها منذ البداية المواجهة؟ لا، مبدأها منذ البداية مواجهة هذا العدوان الغاشم، ولكن يعني كان أول وضع القبائل يعني كان وضع الإمداد أو وضع التموين، وضع التدريب، وضع الاستعدادات كانت ضئيلة جدا، وهذا اللي يواجهه يعني قوة خاشمة يعني ألوية معززة من ميليشيات حوثية مدربة على القتال وأسلحة ثقيلة، أسلحة ثقيلة وألوية من الحرس الجمهوري، تعتبر من ألوية النخبة
يعني اللي أرسلت إلى 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 بيحان، نعم. فتدربت القبائل وتمرست على القتال وأخذوا وقت. صحيح إنه نحن كنا نلومهم، ولكن يعني الذي يعرف الواقع لا ينوم أبناء القبائل، لكنهم هبوا هبة واحدة، وأبناء الجنوب إذا هبوا لا يتراجعوا إلا بتحرير الأرض كاملة. طيب بالنسبة لعملية التجهيز والاستعدادات، أبغاك تعطيني مثلا، أريد منك صورة عن العمل الذي تم قبل أن ندخل إلى الخطوط الأولى للمعركة. مثلا هل هناك معسكرات؟ هل المقاومة الجنوبية دربت عناصر؟ هل تم تنظيم؟ هل تم تجهيز أسلحة؟ ما الذي حدث حتى وصلنا إلى هذا الأداء الرائع؟ نعم، بالنسبة للجيش الوطني هذا قده اتجاهه قده جيش مدرب ودرب تمام ولا لا، لكن بالنسبة لأبناء القبائل وأبناء المقاومة الجنوبية فهم تمرسوا وتدربوا وتأهلوا أنفسهم إلى هذا واستعدوا لهذا اليوم، وهم اليوم يمارسون يعني تحرير أرضهم بكل قوة وبكل شجاعة عكس ما كان سابقا. يعني الآن توفرت الإمكانيات، توفرت الإمكانيات سلاح وبشر وتدريب وكر وفر في القتال هذا. طيب إمدادات الحوثيين القادمة إلى شبوة، يعني الحوثيين في شبوة يعني موجودين من قبل 11 شهر من يوم ما أتت هذه الميليشيات الغريبة إلى شبوة وبعض المناطق الجنوبية والشمالية. من أين تأتي هذه الإمدادات طوال هذه الـ 12 الشهر أو الـ 11 الشهر؟ يعني من وين تأتيهم؟ من يمدهم؟ كيف تعبر؟ أين تمر؟ ما عندهم إلا طريق واحد، هي طريق عقبة القندع، هذه غيرها ما عندهم ولا شيء. هذه عقبة القندع بأي حدود؟ حدود البيان، حدود البيضاء، حدود باتجاه البيضاء، باتجاه البيضاء. أيوة باتجاه البيضاء. إذا قطعت هذه الآن أتوقع أنه إنها تبطأ، بتتبع عليهم الناس، وهم الآن حتى خط الرجع ما عندهم إلا الخط هذا، يرجعوا بعقبة القندع للهروب إذا بقي منهم أحد في بيحان يعني. وإذا قطعت يعني هذه الطريق، وأنا أدعو القبائل في بيحان اللي هم يعني قريب من هذه العقبة يعني أنهم يتحركوا ويقطعوا خطوط الإمداد، لأن العدو يعني منهزم، العدو منهزم، العدو شارد يعني هارب وراجع إلى أدراجه، ونحن راح نلاحق إلى أدراجه ونعين أخواننا في الشمال على ذلك. نعم. طيب الآن عمليات التهريب والإمداد للحوثيين الذي كان يحصل من المناطق النفطية في شبوة في حضرموت، بعض التهريب الأسلحة والاستفادة من المنافذ في المهرة، بعد السيطرة هذه على بيحان اللي سميتها أنت يعني مركز الارتكاز البوابة، هل سيتم منع أي إمدادات وتعزيزات قادمة إلى الحوثيين، نفطية، بشرية، أسلحة، أم أنه توجد منافذ أخرى؟ وكان أم أنها ستتم الأمور وكأنك يا أبو زيد ما غزيت؟ هو كان في ما مضى يا أستاذ غسان، كان في ما مضى كان في يعني نوع من الترهل، لكن الآن يعني حسمت الأمور والناس حزموا أمرهم، وأعتقد أنها قطعت الإمدادات إلا شيء يعني حاجة لا تذكر يعني بشيء بسيط، لكنها قطعت نهائيا. أبناء شبوة يعني وقفوا وقفت رجل واحد ضد هذا العدو والغاشم، وقطعوا إمداداته وأغلقوا عليه الطرق. وأنا أؤكد لك أن الناس يعني على قلب رجل واحد في شبوة كاملة من بير علي شرقا إلى عشيلان غربا، أنهم على قلب رجل واحد في إبعاد هذا السرطان استئصاله من شبوة، وبإذن الله من الجنوب كامل ومن اليمن كامل عام. نعم. بإذن الله. نعم. في سؤال، في شبوة الجبهات تختلف وطريقة القتال، أنا هذا الكلام اللي أريد أن أقوله لك، عندما تتقدم المقاومة لا تتراجع، في وادي النحر تقدمت لم تتراجع، لم تقبل وساطات أبدا، تقدمت خلاص ما تتراجعون، بمعنى أنه كل ما حققتوا مكاسب على الأرض تحافظون عليها بكل اقتدار مهما كانت الظروف. أريدك أن تعلل لي هذا الموضوع بعد أن نأخذ هذه المداخلة. معنا الدكتور عبد الله المصعبي. مرحبا دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك إلى برنامج يوميات المقاومة. ما هي تفاصيل الأحداث في بيحان العزة والصمود؟ بيحان اليوم أستاذ غسان تتعملق، بيحان ترسم مرحلة جديدة للجنوب ولليمن بصفة عامة. بيحان اليوم أول مواجهة لجيش مدرب تابع للشرعية مع جيش مدرب للمخلوع وأتباعه من الحواس. هذه أول معركة تكون بين جيشين مدربين، وهذه المعركة استدل منها على نعم إما ثبات للقوات الشرعية وتدريبهم وانطلاق إلى المناطق الأخرى مثل البيضة ودعم تعز ومارب والجوف، أو انكسار لهم وهزيمة أمام جيوش المخلوع وأذنابها.
العمليات بدأت أستاذي في صباح 19 من مارس الساعة 3 صباحا، بدأ التحرك من 3 ألوية في منطقة بيحان اللي هي اللواء 19 مشاوي واللواء 21 ميكا واللواء 26. نعم. وقوات المقاومة الشعبية مسنودة بطيران التحالف. تمام. وكانت على 3 محاور، على ميليشيات الحوثي في مديرية عسيلان محافظة شبوة. نعم. ومنطقة حريب بقيادة اللواء 26 بقيادة العميد مفرح بهيبح ومعه الشيخ أحمد بن صالح العقيلي. نعم. ونحمد الله تم تحرير منطقة حريب بالكامل، وتوجهوا اليوم إلى منطقة الساق وسيبقون فيها حسب السلام المعلن من الدائرة التابعة الإعلامية للتحالف. تمام. حيث سيتمركزون في منطقة الساق. وقيادة اللواء 21 ميكا بقيادة جحدة الحرش. نعم. تقدمت من منطقة الصفراء والمنقش وأخذت له العلم والسليم وشميس ولد شميس والخضير بالترتيب التالي، حيث لم يتبقى منه إلا جيوب الحوثيين يتجمعون في حي بن عقلان متجمعين فيه، وسيتم تصفيتهم إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة. ممتاز. الآن القوات على مقربة من بيحان، يعني هل مثلا سنشهد يعني انتصارات حاسمة خلال هذا الأسبوع بإذن الله؟ بإذن الله، هي معركة كسر العظم ستكون في بيحان حسب المعطيات الأولية الذي حصل أمس واليوم. نعم. أن الحوثي يتجمعون في بيحان وأمامهم المنفذ الوحيد اللي هو طريق عقبة القندة هي الوحيد معهم، ولهذا يتم تجمعهم الآن في منطقة بيحان وفيها ستكون معركة كسر العظم. يعني الآن الحوثيين يتجمعون في بيحان، خلاص يعني تعتبر المقاومة والجيش الوطني حرروا عسيلان وحرروا عين وحرروا باقي المناطق ولم يبقى إلا بيحان وحريب كذلك. يعني باقي على مشارف باقي تبات وبعض الجبال المتمركزة فيها القناصة. نعم. ولكن الطيران أيضا يساندهم فيها، ونتوقع في خلال 48 ساعة أو 72 ساعة أن تكون المعارك وصلت إلى بيحان. جميل جدا. طبعا ما يعطي التقدم بسرعة هو وجود زرع ألغام كبيرة جدا في المنطقة حسب ما ورد إلينا. أيوة. جدا المنطقة مزروعة بالألغام في جميع الاتجاهات بشكل عشوائي مما يؤثر على المقاتلين. طبعا وصل إلي أيضا عدم وجود كاسحة ألغام مع أفراد المقاومة، لا أعلم مدى صحة ذلك. نعم. إذا كان هذا فهذا على هيئة الأركان كيف يريدون أن تتم تحرير المنطقة بدون وجود كاسحة ألغام معهم، وأنت تعرف كم الحوثي في المنطقة هذه وكم يكونوا قد زرعوا من فيها. بتجيكم إن شاء الله كاسحة الألغام وكل شيء بيجيكم بإذن الله. أريد أسألك حول دور أبناء القبائل، قبائل شبوة قبائل بيحان. طبعا الدور معروف، أبناء شبوة هو يشاركون جميعهم ليس فقط أبناء بيحان، من جميع المناطق شبوة من العوالق من النسيين من العقيل من أبا الحارث من العريب من المصعبين جميعهم متواجدين في عندهم بقيادة الشيخ أحمد صالح العقيل كانت قيادة في المقاومة الشعبية في حريب، وقيادة الشيخ صالح عبد الرب المنصور كانت قيادة قبائل المصعبين تابعة مع اللواء مستر الحارثي. نعم. وبعض أفراد القبائل مع جحد الحنش في أيضا قادمين من جهة مناطق العوالق والمناطق المشرقية. الدكتور عبد الله المصعبي شكرا جزيلا لك، ونحن مشاهدين الكرام من على هذا المنبر نحيي الأبطال في شبوة في بيحان في ساحات القتال في ساحات الدفاع عن الأرض والعرض، ونتمنى لهم النصر بإذن الله، والنصر حليفكم يا شبوة، هذه شبوة الذي نعرفها وهذه قبائل بيحان الذي حفرت اسمها في التاريخ الجنوبي وفي التاريخ اليمني، وهذا ما علمنا آبائنا وأجدادنا عن بيحان. النصر حليفكم بإذن الله. بالعودة إليك أستاذي العزيز، لكم طريقة مختلفة في الدفاع على الأرض، من أين نبتت أو اكتسبتم هذه الطريقة المختلفة أنه إن تقدمنا لا نتراجع؟ والله شوف، يعني بالنسبة لأبناء شبوة فهم لن يجربوا اليوم في قتالهم، ولكن يعني الوضع كان مختلف، لكن اليوم
قتالهم ليس قتال عن مصالح أو عن مال أو دفاع عن سلطة أو دفاع، هم يقاتلوا يعني على أرض ويريقوا دماء أبنائهم لأي التحرير أرضهم، يعني دافع الأرض دافع الأرض هو الدافع الأسمى لو بعدين. نعم الأرض، إحنا عندنا يعني الأرض مقدسة، وأرض أرض شبوة وأرض الجنوب يعني مقدسة، ولن يدنسها أحد بعد اليوم. كل إنسان أرضه مقدسة ولا لا؟ يعني نحن وبالنسبة للقتال فهم يعني أبناء شبوة مقاتلين ومندفعين، وأنهم يتعرضوا للكمائن وقتلوا، واليوم أنا سمعت إن في قتلة كثير أكثر من 15 شيء. نعم نعم يتعرضوا لأنهم يعني يندفعوا اندفاع يعني للقتال بحماس زيادة. طيب كيف ترتبط هذه المناطق وكيف تتأثر فيها محافظة حضرموت بيحان، هذه المفارق، هذه مفترقات الطرق، هذه المداخل، كيف ستتأثر محافظة حضرموت بهذه المواقع؟ والله يشوف بالنسبة لمحافظة حضرموت يعني تتأثر بأي شيء يصير في شبوه أو في بيحان، لأنه يعني الارتباط التاريخي. نعم الارتباط التاريخي، ارتباط بالنسبة للارتباط التاريخي بين شبوه وحضرموت هو ارتباط يعني قديم، وأي شيء يحدث في شبوه فتتأثر منه حضرموت، أي شيء يحدث في حضرموت تتأثر منه شبوه. بالنسبة للحوثة في بيحان وضعهم يعني وضع يعني مستميتين عند بيحان، لأنه بعدين قدامهم صحراء مفتوحة يعني باتجاه حضرموت باتجاه شبوه كاملة باتجاه المارة، يستطيعون من هذه بيحان أن يتجهوا إلى أي اتجاه؟ أيوة يتجهون لكل الاتجاهات حتى يتجهوا للثالثة عن طريق يعني حطيب والمناطق هذه في المؤخرة إلى أبيان. نقول الثالثة بالنظام القديم. القبائل في شبوه تخوض أيضا مواجهات مع القاعدة، ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟ في أماكن غير بيحان، في عزان تقريبا وبعض المناطق الأخرى توجد هناك يعني مواجهات بين القبائل وبين ما يسمى بتنظيم القاعدة، ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟ ولنا برضه حديث على موضوع قاعدة علي في القبائل. وأشوف بالنسبة لمدينة عزان هي الآن تحت سيطرة القاعدة، لا يمكن شهرين أو شهر وعشرين يوم على ما أظن دخلتها القاعدة، يعني لأنه ما فيش إمكانيات عند الناس، دخلتها سلما بسلام، ما في ولا ما في مع الناس أصلا، ما في أسلحة، ما فيش دعم، ما فيش ترتيب للجيش، ما فيش يعني ما في بشر، وبإمكانها توصل عتق حتى الآن في الوقت الحالي، إذا تبغى توصل عتق وصلته. فلا بد على الدولة أن يعني تنتبه للمحافظة هذه من الخلف، يأتيها من اتجاه حضرموت، وهذه القاعدة كلها ليس بقاعدة وإنما يعني موظفين كلهم تابعين للجيش الحرس الجمهوري والأمن المركزي، ولكنهم خلعوا البزة العسكرية حق الأمن المركزي والجيش اليمني ولبسوا العمة السوداء والبدلة الأفغانية ونزلوا في الأرض. طيب ما هو المغزى؟ المغزى من أنه في هذه المنطقة تظهر قاعدة، يعني أنت تحدثت أنه قبل شهر وعشرين يوم ظهرت القاعدة في عزان. نعم من قبل ذلك ما كنا نشوفها في عزان، ظهرت في عدن، ظهرت في يتكلموا عن تعز، يتكلموا عن الحوطة، يتكلموا عن أبيان. موضوع ظهور أنه في هنا قاعدة وموضوع سكوتها وخفوتها بماذا يتقيد؟ كيف هذه اللعبة تتم؟ يا أخي أي منطقة تتحرر من أيدي عفاش والحوثي تطلع القاعدة، وأكبر دليل كما شاهدنا في تعز، يعني بدأت مناطق تتحرر، بدأت القاعدة تطلع في هذه المناطق والإعلام التابع للحوثي. أيوة ليس بقاعدة، هي ليس بقاعدة، وإنما هم يعني يبغوا يلفتوا الرأي العام أو الرأي العام العالمي والإعلام العالمي إنه يعني إنه إذا رحنا نحن إنه البديل الطواعش، ولكن ماشي من هذا الكلام، يعني اليمن بخير وبأبنائه بإذن الله. الأمن في المناطق المحررة تحديدا في شبوة، يعني الملفات كثيرة التي سنتحدث عنها في المناطق المحررة في شبوة، ونحن أغلب محاور حديثنا في هذه الحلقة ستكون عن محافظة شبوة لما سطرته من انتصارات خلال هذه اليومين. الأمن في المناطق المحررة كيف هو الملف الأمني؟ أبناء المقاومة الجنوبية يعني يديرون المناطق التي تحت سيطرتهم بكل كفاءة، ولا يعني ما فيش اي مشاكل، ولكن يعني ما تخلى الامور من بعض الثغرات الامنيه البسيطه التي لا تذكر من ضعف النفوس، او انما يعني هم مسيطرين سيطره تامه على المناطق التي تحت ايديهم. الدور الاكبر هو للمقاومه والقبائل، او للمقاومه لحالها، او العنصر المحرك في استتباب الامن في شبوه. هناك من يتحدث انه فزعه من القبائل ترتب المناطق. القبائل هم أبناء المقاومة الجنوبية كلهم،
أبناء المقاومة الجنوبية هم أبناء القبائل، يعني ما جو من بعيد، فهم اللي يديروا الأمور ويديروا دفة الأمن. وبإذن الله تعالى أن مع الوقت خاصة بعد تحرير بيحان الأمور ستستقر بإذن الله تعالى. ومن هذا المكان ندعو للاهتمام بشبوة يا أستاذ غسان. شبوة مهملة. ما هو الاهتمام المطلوب في شبوة؟ الاهتمام المطلوب بشبوة يعني الاهتمام في أول حاجة في تسجيل أبناء شبوة، قبل التسجيل الدعم المالي. إذا ما في دعم مالي للمحافظة لا يمكن أن يكون أن تستتب المحافظة. الدعم المالي، توظيف أبناء المحافظة في الجيش وفي الأمن، إعطاهم وظائف، الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالصحة، الاهتمام يعني بأبناء المحافظة حتى لا ينحرفوا يا أخي. أبناء هذا الأبناء قبائل والتعليم عندهم قليل، يعني مجرد أن حد يأثر على أفكاره بينحرف. فنحن ندعو الدولة أن يعني تهتم بهذه المحافظة يعني تجهز لها يعني اسمه يعني رواتب للموظفين وتهتم في المحافظة يعني بكل ما فيها. طيب الآن في ما هي مثلا أنت تريد توظف أبناء شبوة فين؟ مثلا عندنا القطاعات النفطية يعني بتستوعب آلاف البشر للتوظيف، إيش حصة أبناء شبوة في هذه المناطق؟ في مثلا حد موظفين من أبناء شبوة؟ كم عدد الموظفين من أبناء شبوة في القطاعات النفطية، في القطاعات العسكرية، في القطاعات القيادية هناك؟ يعني مثلا عندك كم شركة نفط؟ يعني يقول أكثر من 20 شركة نفط. صفر. هذه العشرين شركة النفط ما تستوعب يعني صفر كل العمالة اللي صفر صفر. كان أبناء شبوة يعني يشغلون الحراسات، حراس بس على الأبواب، حراس على الأبواب ولا يعلمون شيء. كانت يعني حصة أبناء شبوة هي صفر. نحن ما نقول يعني أنكم وظفوا أبناء شبوة، لسنا بعنصريين في الجنوب، ولكن نحن نقول أنه الموقع الذي يقدر يشغله واحد من أبناء شبوة لا يأتي له واحد من محافظة أخرى. أهل شبوة أولى بوظائفها وبأبنائها. بالنسبة للأمن، بالنسبة للجيش، بالنسبة للنفط، بالنسبة لأي وظائف، ما دام ابن شبوة موجود وقادر يحل هذه المشكلة ويحل محل الكادر الذي أتى من مكان ثاني المفروض أنه يحل. أما فيما مضى فأبناء شبوة لا يشغلون أي شيء، يعني يعتبروا يشغلوا صفر بالنسبة للوظائف الحكومية أو الوظائف الحساسة أو الوظائف النفطية. الوظائف النفطية أنا أقول لك أنهم كانوا يشتغلوا حراسات أمنية وكثير، يعني قليلة كمان، مش كثير. طيب إذا كان هذا الجانب التوظيف تقول لي صفر، الجوانب التنموية الأخرى بالذات في يعني حصلت الطفرة النفطية في الفترة السابقة، ونحن المشاهد يعرف، أنت الآن تقول ما في إلا حراسات وعدوا بعدد محدود في الجانب الاستثمارات النفطية أو في الشركات النفطية. البنية التحتية الأخرى في شبوة طوال هذه 33 سنة إيش عندنا؟ كم عندكم جامعات؟ كم مستشفيات؟ كم طرقات؟ كم أندية رياضية، ثقافية، مدارس، تعليم، صحة؟ إيش موجود في شبوة؟ طالما هذا الخير موجود عندكم من النفط وهذا الشريط الساحلي الطويل، موانئ، مطارات، معنا من بعد الوحدة كلية النفط وليس جامعة، هذا كلية واحدة هذا يعني يشغلوا الطلبة فيها يعني يمكن 80% من محافظات أخرى، لا داعي لذكر أسماء تمام ولا لا. لكن بالنسبة للشوارع معنا شارع واحد اللي سفلته وصلحوه، سفلت مرتب اللي هذا الوحيد، وكمان خرب. بالنسبة للصحة تعتبر يعني صفر، ولا شيء، صحة ولا تعليم ولا مدارس، لا بنية مدارس، يعني نبغى لنا دولة من قد يتشغل يا أخي. أنا هذه دولة عفاش يعني خلاص نبغى دولة وشالها يا أخي. المدارس اللي درست فيها أنا في السبعينات لا زالت موجودة، هي ما زادت مدرسة، كم زادت بشر. والثانوية اللي درست فيها لا زالت الثانوية، ما في غيرها يعني من السبعينات من أيام بريطانيا، يمكن من أيام بريطانيا. والمستشفى مستشفى عتق هو الوحيد، قالوا لنا معانا لكم مستشفى، بنوا لنا السور وتركوا شبوه يعني على السور يعني وسلامتك. باقي ان شاء الله ان شاء الله بيجي الخير. احنا نبغى التحرير الان، ما نبغى شيء يا استاذ غسان. لا بس احنا بنعطي فكره انه نعم. يعني كيف الاوضاع، الناس تقاتل من اجل ان يكون في مستقبل. يعني احنا الان على ابواب مشروع سياسي جديد، نعم. يمن الاتحاد الجديد، نعم. برضه المواطن يريد مواطنه عادله، يريد نعم. ان يعيش، نعم. مش كل المواطنين يشتوا يحكموا، نعم. نعم. كلهم يشتوا رئيس ولا يشتوا محافظ، لا، الناس تريد تعيش بوظيفه بمصدر عيش كريم. عملية تقطع حصلت أو نقلتها بعض وسائل الإعلام في فترة سابقة، لا ندري عن صحتها، هل حصلت معالجات لهذه الأوضاع؟ يا أخي شوف، بالنسبة للتقطع يعني هي شبوة سبحان الله كأنها في رأس العلم،
يعني شبوه دائما اي حاجه تصير فيها يعني تكون لها صجه وضجه، مع ان الاشياء هذه تحدث في كل المحافظات في اليمن شماله وجنوبه، واذا حدثت حاجه يعني لا تذكر مقارنه باللي يحدث من تقطعات في المحافظات الاخرى، فننظر الى شبوه انها يعني ولا تشكل يعني 1% من ما يصير في اليمن عامه. التقطع موجود نتيجه لعدم وجود الدوله، ولكن ما في شبوه الان لا يوجد تقطع، يعني افراد بسيطين يطلعون لك في الشهر في الشهرين في الثلاث شهور، لكن شبه انهم قضوا عليهم يعني تعهدت القبائل وتحالفوا عليهم ومنعوهم من اراضيهم ومن التقطع، وهم يجون كمان من خارج المناطق لزوب على شوشره على الناس ولا ما في، وقد ربما مدفوع بهم من جهات معروفه من اجل يعني انه يعني بهذا الموضوع. انا بالنسبه لي شاهدت مقطع في احد مواقع التواصل الاجتماعي، والمضمون المقطع لثلاثه او اربع اشخاص من ابناء شبوه لديهم قاطره، وهم يسحبون احد الاشخاص غرزت سيارته في احد الصحاري في شبوه، ونحن من هذا المنبر نوجه الشكر لابناء قبائل شبوه على هذه المواقف الذي نشكرهم عليها وتبقى دينا لهم علينا. المناطق من الحدود حتى عتق صحاري معروف، هذه الصحاري والخبوت هل هي مثلا لا توجد فيها اي قوات تستطيع المنظمات الارهابيه ان تتحرك فيها، يستطيع الخلايا التخريبيه ان تتحرك فيها التهريب الى داخل البلد، ام انه توجد فيها قوات وتوجد فيها مثلا معسكرات؟ كيف هو الوضع في هذه المناطق؟ والله اللي اقدر اقول لك بالنسبه لهذه المناطق اللي تقول عليها، اني اقول لك بالنسبه لابناء الجنوب هم الان متواجدين ابناء شبوه في بيحان بقضهم وقضيضهم لانقاذ بيحان، تمام ولا؟ نعم. بالنسبه للقوات اللي تتكلم عليها، نعم هناك قوات كبيره، ولكن لا نعلم لمن يريدونها. قوات كبيره فين قصدك؟ قوات كبيره باتجاه العبر وباتجاه يعني موجوده الافراد واشخاص معروفين، ولكن لا نعلم. قوات الشرعيه قصدك؟ قوات تتبع الشرعيه، وهي يعني يتم اعدادها لتحرير المناطق الذي ما زالت. لا لا اعتقد، لا اعلم، يعلم الله ماذا تريد هذه القوات. يعني في عمليه تخوف من وجودها بهذه المناطق؟ في عمليه تخوف من المقاومه الجنوبيه بالعربي، يعني ما في داعي يعني بكل صراحه هذه القوات يعني منتظره يعني الانقضاض على ما حققه ابناء المقاومه الجنوبيه في شبوه. بإذن الله أن لا يحدث هذا الأمر بإذن الله. عملية تسجيل أبناء شبوه ضمن الجيش والأمن، هل تم استيعابهم؟ نحن توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والقيادة العليا للدولة واضحة كانت تسجيل جميع أبناء المقاومة. نحن صراحة في محافظة لحج عندما أتى فخامة الرئيس واجتمع بقيادة المحافظة في لحج كان كلامه واضح، كل جميع من ينتمون إلى المقاومة الجنوبية يتم استيعابهم. هل تم استيعاب شباب المقاومة الجنوبية في شبوه، ولا الحين الآن يعني استثناءهم او اقصائهم، او ما هو المنتظر؟ والله حتى لا استوعبوهم، احنا نتكلم على الكم قبل الكيف، حتى لا استوعبوهم ما عندهم ما في في المحافظه. المحافظ يعني مشكور يعني يبذل مجهود، ومن يعاونه ومن بقربه يبذلوا جهود كثيره، ولكن لا توجد هناك مصادر ماليه لامداد هذه المقاومه او هذه الافراد حتى لو سجلوا. لا ما في مرتبات، كيف من فين يصرفون مرتبات يا استاذي؟ ما في مرتبات. اقول لك احنا نطالب فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي ان يهتم بشبوه وان يوجه دعم لابناء شبوه حتى يعني يقدروا ان يدافعوا على محافظتهم وان يقدروا يحموا امنها ويحموا ابنائها في شبوه، يعني همشت من السابق ولا نريد ان تهمش اذا كانكم بلا رواتب وحررتوا الان شبوه كامل، لو جاتكم الرواتب شكلكم بتحرروا اليمن كامل. نسال الله التوفيق للجميع. عمليات الإغاثة والجوانب الصحية والإنسانية في شبوه، لا شك أنه بلد طالعه من حرب، يعني الإغاثة لا تتحمل مسؤوليتها الدولة فقط، تتحمل مسؤوليتها جميع شرائح المجتمع. نحن لم نشاهد إلا عمل لمركز الملك سلمان 128 تقريبا طن من المواد الإغاثية، منها 27 طن في عتق. كيف هي عمليات الإغاثة؟ في عمل ولا ما في عمل؟ في منظمات تأتي إلى شبوه؟ يعني وكيف هو الوضع؟ ما في غير اللي ذكرته قبل شويه، هو يعني مركز الملك سلمان وصل التوزيع الى كل مديريات شبوه وحضرموت كامله واستلمت الناس، لكن اغاثه يعني ثانيه لا توجد اي اغاثه ثانيه. الدوله يعني ما هيش يعني احنا منسيين يا استاذ غسان، منسي شبوه.
غير موجودة على الخارطة بالنسبة للشرعية. المفروض أن الشرعية تهتم أقل شيء شوية في المحافظة. بإذن الله كل واحد يأدي دوره إن شاء الله إلى الأفضل إن شاء الله. لكن أنا أريد أسألك، نحن نعلم أنه في شبوة وعندنا وعندكم وأغلب المناطق بالذات في الجنوب يوجد هوامير، يعني تجار ورؤوس أموال عمالقة يعني على مستوى اليمن وعلى مستوى الجزيرة. لا داعي الذكر يعني ما هو دور هؤلاء رجال الأعمال المغتربين موظفي الدولة الكبار الذي يتحصلوا على بعض الأموال، يعني هل يدعمون المواطن كذلك؟ ما هو دور أبناء المنطقة؟ نحن أمس تحدثنا عن تعز وكان حديثي مع الضيف أنه الإغاثة هذه مش لازم تجي من جهة رسمية، منظمات المجتمع المدني والتجار عندكم مثلا في تعز ما دورهم؟ نفس الكلام ونفس السؤال لك، ما هو دور رجال الأعمال والمغتربين وشرائح المجتمع في إغاثة الناس؟ العمل ليس جماعي عندنا. لو كان العمل جماعي العمل فرق فرادي، والعمل الفرادي هذا يعني ما يبان. شوف احنا بالنسبة للعمل الفرادي كيف عمل انفرادي يعني عمل انفرادي يعني رجال أعمال يقومون حولهم في منطقتهم بإغاثة الناس، لأنه الوضع أنت تعرف وضع حرب ووضع يعني ناس مزري ومرتبات بعضهم ما في نزلت، فيقوموا بإمداد يعني من هم حواليهم وقرايبهم ومناطقهم، لكن ما فيش عمل جماعي. الناس يعني الآن المشاكل في بيحان، في معقول واحد يجي يوزع إغاثة مثلا في ميفعة بمنطقة ما فيها مواجهات؟ يعني نحن الآن كلنا أبناء شبوة عندنا منطقة معينة ما يسمى بالمناطق المنكوبة التي تخاض فيها المعارك الآن تدار. مثلا الأضرار اللي حصلت في عتق، هناك حصلت أمراض يعني حدثت حمى الظنك وما إلى ذلك، مش معقول إن احنا بنروح يعني نوزع الإغاثة بأسلوب قبلي ومناطقي. يعني هل هذا الـ 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 الشكل المطروح لتوزيع الإغاثة في شبوة لما تقول كل واحد يوزع بشكل فردي لقبيلته ولجماعته؟ هذا اللي الآن يصير، لأنه لا توجد جمعيات شخصية أو مجلس أو زي مناطق يافع ومناطق يعني الناس تشتغل فرادة ما تشتغل زي جماعات. ولكن يعني نحن يعني شبوة يافع ما في إغاثة، لأنه في يافع أصلا ما حصلت يعني معارك في يافع. أنا ما كلمك يعني أنا أيوة أنا يعني ما كلمك على إغاثة. تلاقي مثلا المقتدرين من أبناء يافع يعني مثلا يحاولون يساندون خارج يافع بدون ذكر مناطق. المقتدرين من أبناء الضالع لو ما عندهم مثلا مشاكل بالضالع يساندون خارج الضالع، والمغتربين هكذا. والمقتدرين من أبناء شبوة يساندون كلهم في مكان في المكان الذي توصل يده إليه. لكن احنا محتاجين لمشروع لشبوة المفروض هذا. طيب أوضاع الجرحى من أبناء المقاومة في شبوة كيف هي؟ أوضاع الجرحى من أبناء المقاومة في شبوة هل يتم علاجهم تسفيرهم؟ الآن إحنا عندنا الآن أكثر من 30 أو 40 جريح اللي هو من أمس إلى اليوم، وعندنا أكثر من 18 شهيد. يعني من طول اللستة ما قدرت أنا أحضرهم على أساس ما يأخذ علي وقت. يعني كيف يتم معالجة هذا الموضوع؟ والله شوف بالنسبة للآن يعني عالجوا بالإمكانيات الموجودة والمتوفرة، والعمل التطوعي بالنسبة للعمل التطوعي من الأطباء المتواجدين من أبناء شبوة ومن أبناء بعض المناطق الجنوبية، وكله عمل يعني تطوعي. بالنسبة لتسفيرهم يعني أنت تعرف أن الطريق يعني الآن صعب جدا، السفر يكون عن طريق مطار عدن مغلق. بالنسبة إلى المملكة يعني الأمور ميسرة إلى شرورة، يعني يحولوا على طول، يعني بالنسبة أي جريح يستحق النقل ينقل إلى المملكة من المملكة. يعني حلو جدا إنك يعني في يعني في هناك تعاون الأمور مسهلة. هذا جيد ونحن نشكر عليه أخواننا في المملكة العربية السعودية وقوات التحالف بشكل عام على هذا العطاء والبذل والمساندة لأخوانهم في اليمن. نذهب نحن وإياك إلى هذه المداخلة. معنا الأستاذ أحمد البحيح مستشار محافظة الجوف. مرحبا أستاذ أحمد. مرحبا حياكم الله أستاذ أحمد. تطورات كبيرة وكثيرة في محافظة الجوف، انتصارات تحققها المقاومة هناك، ما هي آخر المستجدات لديكم؟ أسعد الله مساك أخي الكريم وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. بفضل الله تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ صباح اليوم بإحراز تقدم كبير في محافظة الجوف باتجاه المناطق الغربية، تقدم نوعيا في عدة من جبهات القتال بالمحافظة. حيث تحرك الجيش الوطني في ثلاث جبهات مختلفة. كانت الجبهة الأولى تهدف إلى إكمال السيطرة على الجبال الغربية لمنطقة سدبة، وقد تم السيطرة على جبل الأبرش وأجزاء كبيرة من جبل الطويل، فيما سيطر الجيش الوطني في الجبهة الثانية في الاتجاه الغربي على مديرية المتون، أحد أهم مديريات المحافظة، وتم تحرير مديرية المتون ومديرية المصروف بالكامل. وفي مديرية المتون أيضا داخل منذ الصباح الباكر تم السيطرة على مجمع الحكومي للمديرية،
وكذلك مركز المديرية والسوق الاثنين. وهذا السوق يعتبر سوق استراتيجي، حيث يعتبره أكبر سوق في محافظة الجوف، والذي هو قبلة لكل أبناء المحافظة ليتسوقوا فيه، وبالتحديد من الخمس المديريات المجاورة كالحميدات والزهرة والمتمة وهذه المديريات الحدودية مع حرف سفيان بعمران، وكذلك أبناء مديرية المصلوب والزهر. وفي الاتجاه الآخر سيطر الجيش الوطني على مديرية المصلوب، جاء ذلك بعد سيطرة الجيش أيضا على وادي المصلوب وموقع البيضاء والسوداء الأثريين. وهذه المواقع من المواقع الأثرية والتي تعود إلى تاريخ مملكة معين. وأيضا هنالك طيران التحالف شارك اليوم بقصف جماعات الحوثيين لتعزيزات لهم، وقد أحرق طقمان للحوثيين وآليات عسكرية تابعة للميليشيا والميليشيا المخلوع والحوثي. وبفضل الله عز وجل تقدم رجال مقاومة والجيش الوطني في هذه المديريتين وتم تحريرها بالكامل، وحيث يقدر أعداد قتل الحوثيين في هذه المواجهة أكثر من 20 قتيلا وأسر أكثر من 14 حوثيا، فيما استشهد من رجال مقاومة والجيش الوطني ما يقارب 5 شهداء وما يقارب 8 جرحى، من ضمنهم مرافقي محافظ المحافظة الشيخ حسين العواضي، استشهد 2 مرافقيه وأصيب 3 من مرافقيه من أبناء يعني قبيلته وأقاربه. ونحن نقدم تحية إجلال لشخص المحافظ وكذلك لقيادات المقاومة الذين استبسلوا وقادوا هذه المعركة بأنفسهم، وبفضل الله تم تحرير أبرز المديريات التي هي مديرية المتون، والتي ستسهل المهمة لتحرير ما تبقى من المديريات بالجانب باتجاه محافظة عمران وصعدة. هذا السؤال الذي أنا كنت أريد أن أسألك، أن نكون الآن على حدود صعدة، يعني ماذا يعني وما هي الخطة القادمة وكيف سينعكس هذا الأمر حتى على الجانب السياسي، أن تكون قوات الجيش الوطني على أبواب محافظة صعدة؟ منذ بداية الشهر الحالي بدأت المرحلة الثانية من تحرير ما تبقى من مديريات محافظة الجوف، وبالذات المديريات المجاورة لمحافظة صعدة وعمران. هذه المديريات هناك تقدم كبير يحوزه الجيش الوطني فيها. الخطة القادمة هي تطهير هذه المديريات ومن ثم الانطلاق باتجاه صعدة. الرؤية واضحة بالنسبة لجيش الوطني المقاومة الشعبية، نعم، أن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد المتاح حاليا. الخيارات الأخرى السياسية والدبلوماسية خيارات ثانوية وليست خيارات رئيسية. التعويل كل التعويل هو على ضربات الجيش الوطني للمقاومة الشعبية وفرض سيطرة الدولة على كل شبر من الجمهورية اليمنية، وليصبح كل الجمهورية من مران وحتى يعني الغيضة في المهرة، نعم، كلها تخضع تحت سلطة الدولة وتحت هيمنة الدولة، بعيدا عن أي ميليشيا وبعيدا عن أي تكتلات أو يعني عنصرية أو مناطقية. المؤكد أخي الكريم أن الجانب السياسي والدبلوماسي نحن مع أي حلول سلمية سياسية، ولكن بشرط أن تكون عودة الشرعية، كل الشرعية بمختلف مؤسساتها وبكل محافظة الجمهورية، وبالتحديد في محافظة صعدة أن تعود الدولة في كل شبر محافظة صعدة، وأن لا يعطى الحوثي وميليشياته فرصة أخرى أن يلتقطوا أنفاسهم وأن يعودوا الكرة، لأن تجربتنا معهم تجربة مريرة، ونحن نعلم جيدا إذا ما أعطوا فرصة أخرى سيعاودون الكرة وسيعاني الشعب اليمني مرة أخرى. ويجب علينا أن نكتفي بهذه المعاناة التي عشناها خلال هذا العام، وأن يعود هؤلاء الجماعة المتمردة، طيب، أن يعودوا كمواطنين، لهم ما لهم وعليهم ما على المواطنين. طيب. أستاذ أحمد، إن شاء الله قريبا نشوفكم في مران سالمين غانمين. أريد أن أسألك عن الأوضاع الإنسانية والأمنية في الجوف، هل دارت عجلة الحياة في محافظة الجوف وأصبحت الأمور طبيعية؟ مؤسسات الدولة، المواطنين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، الأمن متوفر؟ الحمد لله، يعني بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، بدأ المواطن يعود إلى مدينة الحزم، بدأت مؤسسات الدولة تتشكل. ما يجب أن يعرفه المشاهد أن محافظة الجوف لا من قبل لم يكن بها مؤسسات دولة بالشكل المطلوب. علي عبد الله صالح ونظامه كان مهمش المحافظة الجوف كما هو مهمش المحافظات الشرقية.
بعمل ممنهج ومنظم بالنسبه له ليترك هذه المحافظات في يعني غياهب الثارات والمشاكل القبليه والصراعات الداخليه. لكن ما ان عادت الشرعيه بدات تتشكل ملامح هذه المؤسسات، بدات اداره الامن في تاهيل افرادها، بدا الجيش الانتشار، بدات ايضا المستشفيات بالعمل، هنالك يعني افتتاح لمستشفى الحزم العام، وكذلك منظمات المجتمع المدني بدات تعمل في يعني تغطيه الاحتياجات المحافظه واحتياجات النازحين وكذلك احتياجات المواطنين البسيطه، بالاضافه الى جهود تبذل يعني من قبل محافظه المحافظه مشكورا وقيادات المقاومه معه في تطبيع هذه الحياه وتوفير مختلف يعني احتياجات المواطنين لتصبح محافظه الجوف كما اسلفنا دائما لتكن نموذج من نماذج المحافظات المحرره لتعزز من قيمه وجود الدوله ويعني بسط نفوذ الدوله لتكون لكل اليمنيين نموذج وان تصبح محفز ايضا لتحرير محافظات اخرى. شكرا لك الاستاذ احمد البحيح مستشار محافظه الجوف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. السؤال لك، يتحدث الاستاذ احمد البحيح عن سعيهم ان تكون محافظه الجوف نموذجا يعني رائعا يحتذى فيه بالمحافظات الاخرى. نحن في الجوف ومأرب لم نشهد عمليات فوضى، لكن في عدن حصلت فوضى، وفوضى منهجه ومرتبه، وخلايا الان تم القبض عليها وتعترف بارتباطها الواضح والوحيد بخلايا الحوثيين وعفاش. لماذا؟ ما هي استراتيجيه الحوثي وعفاش؟ انه في عدن قلبوا الدنيا رأس على عقب، وفي المناطق الثانية مثلا قد ربما نسأل الله أن لا يقدر تكون خطة في وقت آخر، يعني لماذا استهداف الفوضى في عدن والمناطق الجنوبية بالذات؟ يا أخي هذا اللي يصبوا جام غضبهم وحقدهم على عدن، مع أن عدن يعني تعتبر مدينة مسالمة، ولكنهم يعني يدفعون بخلاياهم النائمة حتى يقولوا للعالم والدول التحالف ها هي عدن التي حررتوها لم تستطيعوا أن تأمنوها، ولكن بسواعد أبناء عدن وبسواعد أبناء الجنوب وبسواعد وبالدعم السخي من دول التحالف سوف نؤمن عدن وسوف نؤمن الجنوب وسوف نؤمن اليمن كامل، ولا مكان لهم في اليمن لا الحوثي ولا عفاش، وما هي إلا يعني فترة قليلة سيغادر منهم سيغادر إلى الخارج أو إلى الداخل في التراب. نعم. إلى القبر. طيب بالعودة إلى شبوه المرتبطة بالمناطق المجاورة، لو تم تحرير شبوه مثلا بالكامل، هل ستتجه المقاومة هناك في شبوه إلى مساندة إخوانهم في أبيان في مكيراس تحديدا؟ نعم، المفروض أنهم يتحركوا، لأنه يعني الآن متواجد الحوثيين وعفاش باقي لهم في مكيراس ومنطقة بركان، يعني مناطق في مكيراس، فإذا اتجهت المقاومة باتجاه طلعت إلى عقبة القندة واتجهت من البيضة باتجاه مكيراس، ومقاومة الجنوبية التي الآن تقاوم في رأس عقبة الثرة وبتلاحم أبناء يافا. المداخل، ما هي المداخل على مكيراس؟ كيف نستطيع مداخل أن ندخل على هذه المكيراس؟ المداخل يعني من جهة عقبة القندة على البيضة، هذه جهة. نعم. وجهة الجهة اللي باتجاه رأس عقبة الثرة، والاتجاه الثالث هو عقب من اتجاه يافع جبل الغر. نعم، العر. نعم. طيب ان شاء الله مكيراس باذن الله هي الجرح الذي ينزف من قلوبنا، ونحن نناشد فخامه الرئيس ودول التحالف ان يعني تساند، وهي تساند، لكننا نريد ان تكون مكيراس محرره. دور القياده في محافظه شبوه، قياده المحور علي النوبه، ناصر علي النوبه النسي او ما تسمونه انتم عبد الله فريش، نعم، وكذلك قياده الامن احمد صالح عمير، هذول قيادات مخضرمه، يعني عاشوا مرحلتين، عندما نقول مخضرمه مرحله العقد الحكم. نعم. السابق والان. نعم. كيف هو دور هذه القياده؟ هناك من يتحدث انه في اداء ايجابي خلال هذه الفتره. والله نقول انه في اداء ايجابي بالنسبه للمحافظ والمدير الامن عمير، وبالنسبه للقائد المحور ناصر النوبه، لكن لا يوجد يا غسان، ما عندهم لا امكانيات ولا سلاح ولا مدرعات ولا يعني حتى يمكن اطقم، وكيف تبغاهم يامنوا عاصمه محافظه؟ لا يستطيعون يامنوا عاصمه محافظه بامكانيات بسيطه. الان مؤمنه العاصمه بابناء القبائل، تراها بابناء قبائل شبوه مؤمنه، ابناء المقاومه الجنوبيه هم ابناء القبائل، هم اللي مامنين العاصمه، ولا لا يوجد جيش ولا يوجد امن فيها، ولم تفعل الادارات الحكوميه للان فيها.
نعم، ولكن نتمنى أن تفعل في القريب العاجل. طيب، بالحديث عن الملف الأمني في عدن، أنت كيف تراقب التطورات الأمنية؟ كذلك هناك من صحيح حصلت فوضى، ولكن هذه الفوضى اكتشف بالأخير أنها ليست ناتجة عن مثلا ضعف في الأداء الأمني، ولكن هناك تخطيط شيطاني لتنفيذها. يعني هناك معلومات انكشفت وصبح الوضع مكشوف، أنه نحن خرجنا ولكن رجعنا بطريقة أخرى. في تقدم الآن وفي عمل أمني مرتب ومنظم بقيادة المحافظ ومدير الأمن والمقاومة الجنوبية، كيف تنظر إلى هذا التحسن وما هو المطلوب؟ التحسن هذا ممتاز. يعتبر أنا اتصلت على شخص أعرفه ويقول لي المنصورة أصبحت آمنة ومستأمنة زيها زي أي مديرية من مديريات التواهي وكريتر، وبعد دحر هذولا الذين أخرجهم خارج يعني. ولكن لا يعني الأمن أنا أعتبره عمل ممتاز الآن في عدن، وفي تقدم ملحوظ، ومع الوقت راح يجي الأمن، لأنه يعني كانت محافظة منهارة يعني، دمرت عن بكرة أبيها يعني، وبدعم دول التحالف سنأمنها مثل ما حررناها، دعمونا وحررناها وبيدعمونا ونأمنها وبيدعمونها وسنبنيها بإذن الله تعالى. سنبنيها بإذن الله. الأستاذ عبد الله القساري، شكرا لقبولك الدعوة وشكرا لحضورك. حياكم الله يا أخي. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، غدا في 7 مساء يتجدد اللقاء، حتى ذلك الوقت طبتم وطاب مساءكم.